إذن نحن أمام هجوم أكثر من هجوم متزامن في وقت واحد على عدد متنوع من الأهداف والمواقع المؤثرة في الداخل الإيراني، انطلاقا من العاصمة طهران وصولا إلى أصفهان، كلها مواقع مؤثرة. سنحاول هنا بالتفصيل توضيح ماذا حدث في إيران ليلة أمس. مسيرات تستهدف مصنع توحيد للصواريخ في منطقة عشقباد في أصفهان، هو مصنع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية. انفجار في مصنع الزيوت والمحركات في المنطقة الصناعية قرب تبريز، انفجار آخر في معسكر كرمدرا في كراج، وانفجار آخر بالقرب من قاعدة نوجا العسكرية في همدان، وانفجار آخر بالقرب من القاعدة العسكرية شكاري في مدينة دزفول جنوب إيران، إطلاق نار، انفجارات عدة في مدينة بنجرود في محافظة خراسان الشمالية في منطقة علي أباد، وهي منطقة عسكرية للحرس الثوري الإيراني، انفجارات شديدة في قاعدة صواريخ تحت الأرض تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية، أصوات إطلاق نار بالقرب من مصنع عسكري في مدينة درود في محافظة لورستان، دوي انفجارات عدة في جنوب طهران في حوالي الساعة 2:00 بتوقيت إيران، أصوات انفجارات في مدينة شهريار في محافظة طهران في الساعة 2:40، دوي انفجار في الساعة 2:40 في منطقة نارماك في طهران، انفجارات في منطقة شهران شمال طهران في الساعة 2:50، أصوات انفجارات في مناطق عدة في تواقيت مختلفة في طهران، انفجارات في قرية داتاركمان من غابة صرخة في شرق طهران، انفجار في مدينة رشت في محافظة جيلان تقريبا في نفس التوقيتات التي نتحدث عنها، انفجارات في منطقة صومعة سرى بالقرب من مدينة رشت، انفجارات شديدة في منطقة في كراج، تلك الانفجارات في قواعد ومعسكرات ومراكز عسكرية في عدة مدن تنبئ ربما بهجوم عسكري واسع استهدف القدرات الدفاعية والهجومية الإيرانية لتدميرها.